هذا ازدحام سرحة ما بين كركوك وبغداد. هاي العالم صار لها يومين واقفة محملة مخضر. يعني المواطنين المفروض تعذر البقال لان وسائل نقل ماكو. وخلي المواطنين يعذرونا. هذا حالنا احنا بالسيطرات. هاي دورية مع الضابط هذا ديفتر وهاي الهمرات واقفة. هذا الازدحام. هاي العالم صار لها هنا يومين الناس تقول ثلاثة شو وقت ينفتح ما حد يعرف. هاي ناس هيج على التراب وناس هيج الساجين مقطوع. هذا الازدحام سيارات صغار كيات تريلات سيارات مخضر كلها ما حد يعرف. هذا تصوير الفيديو بلكي الله يشوفه مسؤول يشوفه احد الله يكون بعون هاي العالم. شوف سيطرات نزل التليفون. هاي خلي يشوف العالم خلي يشوفون المسؤولين يشوفون حل هاي الشغلة التعبانة. واني بعدني توني هسه الله يم جسر سرحة. هذا الازدحام جسر سرحة. وهاي العالم ملقي حنائمة بتشون. هاي السيارة. هذا نهاية الازدحام. طبعا تمشي السيارة نص ساعة اكثر من نص ساعة. يلا خلصت الزحام تور. الله يكون بالعون.